اهلا وسهلا فيكم متابعي وكالة فرات للانباء، واليوم وباول حلقة من مطبخنا السوري زرنا مطعم ومنتزه بوابة حلب. Kadim özgünlük ve kendine ait Suriye mutfağına hoş geldiniz. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي وكالة فرات الأنباء. معنا الأستاذ حسن مدير مطعم ومنتزه بوابة حلب للحديث عن بوابة حلب وعن تسمية بوابة حلب والتعريف عن بوابة حلب. أهلا وسهلا، شرفتونا والله، الله يعطيك العافية. بالنسبة لمطعم ومنتزه بوابة حلب تم افتتاحه ب1/6/2022. بصراحة المشروع كان له صدى كبير على مستوى الريف الشمالي والمستوى المنطقة عنا، والمشروع يعني الحمد لله تجاوز التوقعات، والنجاح كان مبهر جدا والحمد لله، وهذا الشيء الزباين هي بتحكي فيه. طبعا نحن بالبدايه كان في عندنا قسم صغير، لما شفنا الاقبال كبير جدا على المنتزه الحمد لله وسعناه هي السنه. المنتزه عندنا بيتميز بموقع جغرافي متميز، هي المنطقه اللي نحن فيها كانت بوابه حلب، بوابه الطريق الى حلب، فتكنا اسم بوابه حلب تكنا عنا بهالموقع هذا. ونحن الموقع حلب الباب المحلق الغربي مقابل المشفى الكبير. بالنسبة للبوابة عنا عدة أقسام، منا عنا قسم العائلات مدخل لحال طبعا، جلسات عائلية ممتازة بإذن الله، وجلسات صيفية. حاليا نحن شغالين صيف شتاء الحمد لله على جميع الفصول. في عنا قسم تاني هون هو عبارة عن خيمة خليجية، تتبع التراث، تلحق التراث الخليجي، التراث السوري، وفي عنا أعداد صيفية. هلا إن شاء الله نحن شغالين صيف شتاء بإذن الله. الكادر عنا الحمد لله نحن هون جاهزين نشتغل على مدار 24 ساعة بالتخديم. بالنسبة لأقسام التخديم عنا قسم خاص للطعام، مطعم بيتضمن قسم غربي وقسم شرقي. عنا طهات خبيرين إن كان بالغربي وإن كان بالمأكولات الشرقية. حاليا تم احداث قسم جديد عندنا محدث هو قسم المعجنات، مطعم وفرن بوابه حلب تم افتتاحه جديد. يعني بالنسبه للمعجنات كلها، بالنسبه للبيتزا، الفطائر بشكل عام، نتميز نحن هون اكثر شيء عندنا مثلا الاكلات الحلبيه البحته مثل شراب اللوز، الكباب المشويه، المشاوي بشكل عام، الاراجيل بكافه انواعها، في عنا الاكلات الحلويات الهيطليه، كافه الخدمات باذن الله، كل شيء بيتعلق بحلب والأكلات هو موجود عندنا بإذن الله. ونحن إن شاء الله الكادر اللي عندنا هون سبحان الله، الكادر عندنا بتقدر تقول سوريا كلها مجتمع عندنا بالبوابة. يعني الأعضاء الكادر من الشام، من حلب، من حمص، من الباب، فكل هاي الخبرات انحطت وين؟ اندمجت عندنا وصرنا نقدمها لزبايننا. Selamun Aleyküm. Bugün Matbaa Suri, Suri Mutfağı ekibi olarak Suriye Elbap bölgesinde Bavad Halep'e ziyaretine geldik. Sağ olsun arkadaşlar bizi davet ettiler. Bugün ilk bölümümüz ve onlara... Müzik
وهلا راح نشوف تقييم كادر المطبخ السوري لمطعم ومنتزه بوابة حلب. هلا كنظافة كجودة كالمعاملة يعني جودة عالية ما شاء الله، ونظافة ما له على حكي، واللحم كله فريش وتازة. وقمنا بالزيارة طبعا بالمكان معجنات وعصائر المعجنات والقسم مشاوي وقسم العصائر الكوكتيل. هاي لحنا بنطلبها منك من اخواننا اللي عم يشاهدونا واللي استضفناهم عنا هون، يعني ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، تكون كل مرحلة احسن من اللي قبلها. عنا اللحم بالفخار المجرمشة، المشاوي اجمالا في عليها طلب عنا هون، والغربي في عنا قسم المعجنات كمان، يعني الحمد لله رب العالمين كل شيء بيتطلبه الزبون موجود عنا. والله هو فاجأني أكثر شيء شباب من الشام وشباب من حمص وشباب من حلب من باب، كانوا خيط السوري ببوابة حلب صايرين، وما شاء الله ما في عليهم حكي.